بجد الترحيب بحضراتكم اعزائنا المشاهدين في اولى فقراتنا الحواريه. هنحاول نربطها بالانترو المهم قوي اللي كنا بنتكلم عليه في الجديد في موضوع الكورونا، وان يعني احد اهم عوامل الوقايه النهارده هي ان احنا نقلل التوتر او نقلل شعورنا بتدفق الادرينالين في دمنا نتيجه للتوتر ونتيجه للاخبار الكتير السيئه اللي بنسمعها. الجو كله كورونا، كلنا خايفين من بعض، كل الناس لابسه كمامات، هموت. لا يعني قلنا ان ده احد اهم الحاجات اللي بتخلينا نخسر كفاءه الجسم وكفاءه المناعه. في جزء تاني عايزين نتكلم فيه برضو، لان الجزء ده ابتدى يبان، لان انتوا عارفين ان كل ظرف احيانا بيكون له توابع كده، فتوابع الحظر لفترات طويله وخصوصا يعني لوجود اخواتنا وزوجاتنا وامهاتنا وبناتنا السيدات الفضليات قصاد ذلك الكائن اللي تقدروا تقولوا الوغد ذلك الرجل. انا عارف ان انتوا بتوصفوه كده، طبعا ده الستات، وطبعا الرجاله شايفين ان الستات هم سبب كل المشاكل، وان دائما وابدا كل ما بتزيد فرص الاحتكاك بينهم في مساحات مغلقه بتظهر مشاكل اجتماعيه غريبه جدا. يمكن بنسمع برضو بعض الاصوات في المناور احيانا نتيجه ارتفاع الصوت، يعني الام بقى بتزعق لاولادها وجوزها بقى بيتخانق معاها، يعني في حاله من الفراغ. ذلك الفراغ اثناء ساعات الحظر بيسبب لنا نوع من انواع المشاكل الاجتماعيه اللي ما كناش بنشوفها، بقينا شايفين في خلافات كتير، بقينا بنشوف بعض الناس بتبقى تنشن ومتعصبه الصبح مثلا، ده الناس اللي بتنزل الشغل او هي بتركب المواصلات. كل ده طبيعي، لذلك احنا يعني حبينا نشوف حد متخصص في الموضوع ده ونساله نتصرف ازاي، عشان لازم ريت المشاكل ده يهدى شوية، لازم الخلافات دي تقل شوية، لأن هي في الآخر ليها علاقة بالمناعة بشكل أو بآخر. معانا النهاردة الأستاذ أحمد كمال استشاري تنمية وتطوير الذات، هيكلمنا عن هذه المشكلة. برحب بيك يا فندم. أهلا بيك يا فندم، إزي حضرتك؟ حضرتك معانا برضو من اللي بيتخانقوا ولا بيسمعوا الخناقات؟ بسمع الخناقات. بتسمع متخانقش خالص يعني؟ مش متزوج لسه، ما بتخانقش. يعني ربنا بيحبك. طبعا الحمد لله. عندي كورونا وبجي أفكر. الحمد لله. طيب، هل اللي بيحصل في البيوت ده عادي؟ يعني هل فكرة عصبية الأم على أولادها والراجل اللي هو مش لاقي حاجة يعملها عمال يخبط في مراته، والست برضو اللي بتفش غلها في الراجل دي، والكوميكس اللي بنشوفها اللي تحس ان الراجل فرحان قوي هو نازل يرمي الزبالة في الشارع ويرجع تاني وبتأخر شوية يشرب له سجارتين تحت قبل ما يطلع، هل ده طبيعي ولا مش طبيعي؟ هو طبيعي طبعا بسبب حالة التوتر والخوف والقلق اللي احنا عايشينها واللي بتحيط بينا في كل الجوانب، سواء انك تفتح تلفزيون تلاقي اخبار مقلقة، تفتح نت تلاقي اخبار مقلقة، تقعد تتناقش دايرة الحوار بتاعتك حتى لو بتشيت مع حد او بتتكلم مع حد برضو عن الحوار بتاع الكورونا، فطبعا ده القلق والتوتر اكيد بيشكل جزء من وعي الانسان. صحيح. وبالتالي طالما هشكل وعي الانسان بالطريقة اللي فيها خوف وقلق، ده هيضغط على اعصابي وعلى تصرفاتي وسلوكياتي. لكن هو السؤال بقى، هو الخوف والقلق والتوتر اللي احنا فيه ده طبيعي ولا مفتعل ولا زيادة قوي عن اللزوم؟ وهل هو مطلوب ولا مش مطلوب؟ ده سؤال مهم جدا. وحضرتك كمان طرحت سؤال في منتهى الأهمية، هو النهاردة الخلافات اللي بتحصل دي خلافات بسبب موضوع كورونا ولا بسبب ان احنا بنبدأ نتعرف على بعض من جديد، بنتعرف على سلوكياتنا وعلى أفكارنا، على ثبات الانفعالي، على ضبط النفس بتاعنا بيتعامل مع المواقف ازاي؟ هل النهارده واحنا بنشوف ابنائنا واحنا للاسف بحكم ضروريات الحياه ما بنبقاش متواجدين معاهم كتير، هل احنا بنبدا نتعرف عليهم وعلى سلوكياتهم بعد ما كنا بنوفر لهم عمليه الرعايه من خلال اكل وشرب ومسكن وملبس وطبيب ومدرسه ودروس بحكم ضروريات الحياه، فاحنا على طول في الشارع بنشتغل. صحيح. هل النهارده لما بنيجي نقعد وبنشوف سلوكياتهم دي، هل احنا بنتنرفز وبنتضايق علشان احنا فعلا جوانا ضغط عصبي ونفسي بسبب الحاله بتاعت كورونا، ولا ان احنا بنبدا نشوف سلوكيات بنتفاجئ بينا على ابنائنا او في تعاملاتنا مع بعض سواء زوج وزوجه؟ هنا برضو سؤال مهم لازم كل واحد فينا يساله لنفسه، هو انا فعلا بقلق وبتوتر ومنفعل ومتنرفز بسبب موضوع كورونا وضغطه، ولا بسبب السلوكيات اللي ابتديت النهارده ان انا اشوفها في البيت واللي ما كنتش متوقع ان هو ده يكون الحال بتاعي؟ هل النهارده فيها جزء كبير من خوفي وتوتري، وهل خوفي التوتر ده شيء صحي ولا يعني زياده عن اللزوم؟ انا دايما بقول ان الخوف ليه نوعين، طبعا انواع الخوف كتير بس احنا بنتكلم على حالتنا هنا. الخوف ليه نوعين، نوع بيبقى خوف من الجبن اللي هو انك انت تبدا توتر نفسك، تبدا تقلق، تبدا تعمل تصور وسيناريوهات وتصور ذهني لسيناريوهات معينه ممكن تحصل فتصيبك بالفزع، يعني بالبلدي كده توقع البلاء قبل وقوعه بالظبط كده. فتصيبك بالفزع والقلق والتوتر وعدم الصبر وعدم ضبط النفس، فده خوف مش مطلوب. انما الخوف الثاني اللي هو مطلوب فعلا هو خوف الحرص، انا النهارده عندي حرص على اني انا الامر خايف ده خايف اسقط في الامتحان فبذاكر، خايف تمام. اتخبط فببص يمين وشمال قبل ما اعدي الشارع كده، عندي حرص للتصرفات اللي انا هقوم بيها. فبالتالي اذا كنت بعمل اجراءات
الهدف منها ان انا اوصل لعمليه الحرص ده ان انا لا اصاب بشيء، انا هنا ما بخافش بقى، انا هنا بدي نفس الطمانينه. في دايما كده معلومه بتقول دايما في العلوم الاستراتيجيه، من يملك المعلومه يملك القوه، لان في غياب المعلومه يغيب التحليل. صحيح. انا ما عنديش معلومات عن الشيء اللي انا بستهدفه، يعني انا عندي كورونا، كورونا ده بيصيبك، طب ايه الادوات اللي انا لو عندي معلومات بيها هقدر ان انا اوصفها لنفسي، زي الديتول، زي الحاجات المطهره، زي الجوينتي، زي الكمامه، غسيل الايد بالماء والصابون، يعني البعد عن الناس، عدم لمس الاسطح بشكل غير ضروري، عدم النزول اصلا من البيت، والاختلاط بالشارع، والاختلاط في الشارع او الاختلاط باي مكان. فانا النهارده وصفت لنفسي الحاله ووظفت الادوات المناسبه، اكيد هوصل لبر الامان. فالعمليه ما هي الا معلومه انا ببدا اتابعها، ومتابعتك للاخبار او مناقشتك للحدث مش بسبب انك انت تلقي عند الفزع او بتدي اعمل اختبار لسؤالي عند الاخر، هو انت قلقان زيي ولا عندك اللي يطمني. لكن النهارده ان انا ابدا اسال الاخر بحيث ان احنا نطمن بعض ده مطلوب. اتابع الاخبار بحيث ان اشوف الاجراءات الوقائيه هل انا بنفذها بكل زي ما بيقولوا كده حذافيرها، ولا عندي خلل في نقطه ولا نقطتين. هنا ده مطلوب، خوفك اللي مبني على فكره الحرص مطلوب عشان توصل بيه لبر الامان. جميل جدا. يعني انا للاسف دلوقتي بشوف من ضمن اصدقاء، يعني اللي هو هنتكلم عن الطبقه اللي هي يعني عندها شيء من الوعي، بقوا مرضى الانترنت طول النهار فاتحين على جوجل كوفيد 19 لايف ماب، اللي هو اللي على جوجل. طبعا انتوا عارفين كل دوله بتزيد فيها رقم، ايه ده يا نهار اسود، مصر زادت فيها حاله، زادت فيها حالتين، هنموت كلنا. ايه العقل بيقول ان التوتر الزايد هيخسرنا الملاعه. احنا زي ما الاستاذ احمد كمال قال ان الخوف يجب ان يتوجه في اتجاه واحد فقط، هو الحرص. بمعنى ان انا اعرف هذا المرض هيجي لي ازاي واتلاشى، ما انزلش من البيت، اغسل ايدي، استخدم مطهرات، احافظ على الحد الامن او المسافات البينيه بين البني ادمين، يعني نحافظ على مسافات بيننا، ما نقعدش نلزق في بعضنا، قلل حركت على قد ما تقدر، انت ان شاء الله بخير. عايز انتقل بقى معاك للجزء اللي يخص تخصصك قوي. اتفضل. حكايه الرجل والبيت اللي قاعدين في البيت دي على فكره يعني دي كارثه، دي كارثه كانت بتتكرر كل يوم جمعه وسبت. المشكله ان هتعرف تطلق ولا هتعرف تروح تخلع، ده مقفول وده مقفول. صحيح، يعني ده بس مش اخواتنا الاقباط بس اللي مش عارفين يطلقوا، ده حتى المسلمين مش عارفوا. صحيح، ده المأذون قافل. مفيش لا ده ولا ده. يا نهار ابيض. يعني هتعرف تطلق ولا هتعرف تخلع. طبعا احنا بنهرج وبنهزر، عايزين ناخد المواضيع، اتفقنا مش عايزين توتر في الحلقه دي، عايزينها تبقى خفيفه ونضحك فيها شويه عشان نزود المناعه. فيعني زي ما حضراتكم عارفين دي مشكله برضه. طبعا. فعايزين نتكلم على ذلك الكيان اللي اسمه الرجل. تمام. اللي هو اصلا متعود ان هو يكون له مجموعه من القرارات السياديه اللي بياخدها في شغله او في حركته وبتاعه، هو برضه متعود ياخد شويه قرارات. والمراه اللي بتعتبر البيت مملكتها الخاصه. طبعا. وانا عارف ان ذلك الكائن الوغد اللي اسمه الرجل احيانا بيتدخل في اسرار. صح، انا مش بتحامل، عارف نظريه نفي نفي اثبات. يعني انا بفرح الستات اللي بفش غلهم فيا، فبالتالي يرحموا ازواجهم. لا اذا كان كده جميل، اتفضل طبعا كمل. احنا عايزين نتكلم برضو ونقول حضرتك استشاري تنميه وتطوير وفاهم طبيعه الرجل وفاهم طبيعه الست. الست شايفه ان البيت مملكتها وان اي تغيير في نظامه بيسبب لها نوع من انواع التوتر، هي بتحب الفازة هنا والمفرش هنا والبتاع، والراجل لما بيقعد احيانا بيحاول يعني يتخطى مسؤولياتها واختصاصاتها، وكمان هو المفروض ان هو بيتحرك وبياخد قرارات في شغله وبيبقى رايح جاي وبرضه قاعد الاثنين في وش بعض، كتل من القرارات والحفاظ على المناطق، كل واحد يحافظ على منطقته واختصاصاته. تمام. بيحصل صدام كتير جدا. تمام. صحيح. ايه الحاجات بقى اللي ممكن الراجل يعملها والست تعملها بحيث انهم يبقوا زي العصافير كده؟ خلينا نقول حلين. قول لي. الحل الاولاني ان احنا نتفق ان اي قرار بيتاخد هو قرار مشترك. الهدف منه ان احنا نعمل حاجه كويسه. كويس. فتعالى نتناقش من ناحيه احنا بنتكلم مع بعض، ومن ناحيه بنضيع وقت فبنطول في النقاش، وبنحاول ان احنا نوصل لبر الامان في ان انا مثلا عايز احط زي ما حضرتك اديت مثال مثلا الفاز ده، هل لو حطيتها هنا شكلها افضل ولا شكلها هنا افضل؟ هل لو حطيتها هنا تدي طاقه ايجابيه، وطبعا حضرتك عارف علم الطاقه وكده، هتدي ولا لا؟ هل هتدي منظر جمالي افضل؟ طب ايه رايك لو نعمل حاجه؟ هتلاقي الكلام بيفتح كلام وبيجيب حاجات معينه تبدا تتفتح، هتلاقيهم بيشتركوا في افكار معينه، وممكن يقوموا يعملوا حاجه ثالثه غير اللي كانوا بيتكلموا. يعملوا بسكوت ال10 دقايق. ما هو دي الحاجه الثانيه. الحاجه الثانيه بقى انك انت النهارده تبدا تراجع نفسك، هو انت مواهبك القديمه كانت ايه؟
اوكي. اذا كنت بتعرف ترسم طب ما تبدا يلا هات كده شويه ادواتك القديمه وابدا طلع مواهبك. اذا كنت النهارده مثلا عندك كانت موهبه قديمه في انك بتعرف تعمل حاجه في البيت زي نجاره ولا نقاشه، هات يلا كده بس اللتين زي ما بيقولوا يعني بويه وابدا ادهن. المشكله حاجه جميله تعمل وضيع وقت معاك باليومين والثلاثه مش بس ساعتين ثلاثه. النهارده كلنا بقينا طباخين بالموهبه الشيف اللي جوانا طلعت طبعا. فالنهارده كلنا بقينا الفيسبوك كله وكل يعني السيدات الفضلات والرجاله مصر كلها بتطبخ، حسيت حد كله بيصور على الفيسبوك. وبعد ما تصور وتبعت تبعت لنا الوصفه، بعد ما تبعت الوصفه تعمل فيديو، تلاقي الموضوع معاك بيزيد ويتوطي يعني يتطور بشكل جميل. وفي نفس الوقت لما بتبدا تكتشف مواهبك هنا في الطبخ او في الرسم او في التلوين او في البياض او في النقاشه او في حبه نجاره او شويه حاجات عندك في الكهرباء تبدا تجمعهم، هتلاقي عندك حاجات معينه انت بتزود بيها موهبتك. مش بس كده، هنا الجزء الاهم بقى ان الطاقه السلبيه اللي عندك بتبدا تطلعها في الحاجات اللي انت بتعملها دي. يعني على سبيل المثال لو حد فينا مثلا بيحب حته الرسم دي بتعمل نوع من انواع الثبات الانفعالي والهدوء والطمانينه للانسان. ليه؟ صحيح. لان فكره الرسم نفسها بتديك ايحاء بالوان مختلفه، بتديك اريحيه. فكره الرسم نفسها بتخلي عندك سلام داخلي لان هي بتعتمد على الاعصاب. انت عايز تاخد كيرف معين فمش هتعرف تاخد الكيرف ده وانت متوتر او اعصابك مش مظبوطه، فبتبدا تعمل عمليه تهدئه داخليه لنفسك ذاتيه، فبالتالي بتوصل لمرحله مهمه جدا بنسميها علميا فكره التنميه الذاتيه. انك بتعمل تنميه ذاتيه لنفسك من خلال التجارب دي، فبالتالي بنبدا نوصل هنا انك بتعمل تشكيل الوعي بتاعك بشكل جديد. احنا ممكن نستغل الفرصه بتاعت القعده في البيت دي وموضوع كورونا وموضوع التقارب الاسري وموضوع القلق والتوتر بان احنا نعمل عمليه تشكيل لوعينا بشان جديد. بنبدا ان احنا ننظم وقتنا بشكل جديد. اذا كان وقتنا كله في الاول كان منحصر في فكره ان انا بروح الشغل واجي من الشغل اقعد في البيت، واذا كان في شويه وقت يا اما بنزل ممكن اقعد مع اصحابي عندي شغل تاني او عندي شغل تاني برجع او ممكن انزل مع اصحابي او لو في واجبات عائليه هروح اعملها او ايا كان، فببدا انظم وقتي بشكل معين. انا بشوف كمان ان من المنطلق بتاع ان الاسره بدات تقعد مع بعضها دي ان في جزء مهم جدا كان ضاغط على الاسره وهو الميزانيه. فانا النهارده لا بنزل ولا بطلع ولا باكل بره ولا بروح على قهوه ولا بشتري ولا بعمل. فبالتالي حصل عندي وفره في الميزانيه. ببدا ان انا اشوف والله السلبيات اللي انا كنت بقول ما اقدرش استغنى عنها. يعني ممكن كنت النهارده تيجي تكلم الشاب من دول اقعد يقول لك لا ما اتكلم انا يوم الاجازه لازم اروح اقعد مع اصحابي. ما ينفعش. النهارده ابتدى يكتشف ان ده ما كانش شيء الزامي والا ان هو كان هوى نفس مش اكتر. المدام ممكن تقول لك لا والله اديني اليوم فري بتاعي اروح اقعد مع صديقاتي في النادي. اكتشفت ان الموضوع ده مش مطلوب. نطلع ناكل بره، نطلع نشتري مش عارف ايه، نعمل ايه. اذا كان الترفيه ده موجود معاك مره ولا مرتين في الشهر على سبيل مثلا التغيير والتنوع برضه. للاسف انت بقيت بتعمل الترفيه ده في البيت، يعني دلوقتي هات لي حاجه البيتزا وانت جاي وهات لي حاجه التورته وانت جاي وماله انت بتعمل وفره. انت حضرتك النهارده مثلا لما تجيب بتاعه بيتزا بره 200 300 جنيه غير لما تعملها في البيت 50 ولا 100 جنيه حاجه كده. يعني التورته نفس الشيء وهكذا. فانت ابتدينا نكتشف ان الترفيه نقدر نقوم بيه في البيت، وتقدر من خلال الترفيه ده العائد الاقتصادي المهم ان الميزانيه بتاعتك بدات تتظبط. النهارده انت كشاب لما تيجي تقول لك والله انا عايز اتجوز انا هاخد مده قد كده، ليه؟ لان كان في جزء ترفيهي في الميزانيه انت مش واخد بالك منه. فالنهارده لما تبدا تاخد بالك منه طول الله طب انا بصرف قد كده البادجت ده بتاع الخروج اصرف نصهم بعد كده واخش بالباقي جمعيه احوش منهم ابدا اعمل حاجه ادفع مقدمه شيء. فده اعاده تشكيل وعي الانسان هنا مهم من ايجابيات موضوع كورونا. طيب انا اسال حضرتك برضو في سؤال مهم جدا، ويعني ايه عايز نفسي كمان المتخصصين في البلد او في الدوله ياخدوا بالهم منه. ان احنا مع ازمه كورونا اكتشفنا ان هناك كم كبير جدا من البشر قادر ان هو يشتغل من بيته طبعا. لان في ناس كتير قوي شغلها مبني على الانترنت، مبني على يعني مثلا زملائنا على فكره المونتيرين والمونتاج والشغلنا في القنوات وفي الاعلام كله قادرين نخرجه كل واحد الكمبيوتر بتاعه في البيت يخلص شغله ويبعته دروب بوكس ولا جوجل درايف لجهه عمله يعملوا له داونلود وينزلوه ويذيع. يعني انا قصدي ان اكتشفنا وفي مهن كتير تانية انا بضرب مثل فايه رايك لما نوجه برضو وجهه نظر او عين الدوله لان الناس دي نبتدي حتى بدون كورونا نقلل نزولهم من البيت، وبالتالي حوفر وقود، حوفر طاقه، حوفر مكاتب، حوفر زحمه. يعني اكتشفنا ان احنا لما خفضنا العماله ل 20% مثلا حضور في مؤسسات الحضور في مؤسسات الدوله 20% حضور الشغل ماشي برضو طبعا. فايه رايك مثلا لو وجهنا الدوله ده انها تعمل جداول للناس فيما بعد بحيث ان انا ابقى حليت مشكله المرور، خفضت شويه من استهلاك الوقود، من استهلاك الكهرباء والمؤسسات والمنشات. ايه رايك؟ طيب خلينا نقول لحضرتك إن إيه على يعني حاجه، يعني احيانا المصايب بنطلع منها بحاجه مفيده. ده حقيقي، ده حقيقي في اداره الازمه. خلينا اقول لحضرتك على حاجه، ان المجموعه المختصه في رئاسه مجلس الوزراء باداره ازمه كورونا من ضمن الدراسات اللي بتعملها هو ايجابيات الازمه ايه
والدراسات العائده او الفوائد العائده من ازمه كورونا ايه. فمن ضمن الفوائد دي انا النهارده ابتديت انفذ موضوع الشمول الاقتصادي اللي ما كنتش قادر اعمله عن طريق التعامل الكترونيا بالاي تي ام وخلافه. طبعا الناس خايفه من الفلوس. النهارده ابتديت انفذ ده وابتديت اعمم ده وهبدا اعممه اكتر بحيث ان ده يبقى الحركه بتاعه المواطن. ابتديت النهارده التعليم عن بعد من خلال استخدام التابلت والاسره بدات تتدرب عليه وتتجه ليه. العمليه البحثيه في عمليه تطوير التعليم ضمن استراتيجيه 2030 لمصر بفكره ان انا النهارده التعليم عن بعد وان الطالب يبقى باحث مش طالب بس والمعلم يبقى مرشد او محفز او مدرب بان هو بيدربه ازاي يعمل البحث. ابتديت اطبقها حاليا من فعليا من فوائد كورونا. كل دي فوائد كورونا طبعا. ابتديت النهارده ان انا اخلي الاسره تقعد تفكر بحاجه مهمه جدا في حته الميزانيه بتاعتها والصرف والوارد والمنصرف. ابتدت الدوله تشوف الاستدعاءات الاستراتيجيه بتاعتها، هو انا كنت بستورد ايه والاستيراد اللي بستورده ده هل ممكن اخلي مصانع تبدا تشتغل عليه ولا لا، وفعل القرار السيادي بتاع رئاسه الجمهوريه بالتعاون مع جهاز تنميه المشروعات الصغيره ومتناهيه الصغر بان وزاره الماليه تبعت للجهاز ده اني بستورد كذا وكذا وكذا، ابدا اطرح المشروعات دي كصغيره ومتناهيه الصغر على الشباب ان هم ينفذوها وابدا اقلل استيرادي. فابتدت فعليا ان انا انفذ ده من غير ما ابدا يعني اخد جهد، ده هو الحاله نفسها هي اللي فرضت ده فانا ببدا استفيد من الحاله نفسها. ففي يعني عوائد كتير جدا ايجابيه من اداره الازمه، مش بس كلها سلبيه ولكن في مكتسبات من ضمنها اللي احنا يمكن ذكرناها دلوقتي وفي اكتر من كده طبعا. طيب عايز اقف معاك عند نقطه تانية بقى، سيبك بقى من الراجل والست، قلنا كل واحد فيهم هيطلع مواهبه القديمه ولازم نحط لهم فكره انك لا هتعرف تتطلق ولا هتعرف تخلع. ايوه يعني مفيش كله قافل، كله لا في طلاق ولا في خلع، كله قافل. طيب هنقف بقى عند الايه السكند جينيريشن، تمام، الجيل الثاني. تمام. وانت عارف بقى الجيل ده يعني ايه باور، يعني البطاريه 4 شورت ما شاء الله وعمالين بيفرقوا في البيت وبيتنططوا وعاملين دوشه وهي زي ما تقول برضو الست مش متعوده، الست برضو كانت ولادها بيروحوا المدرسه يفرغوا طاقتهم، كانوا في 8 ساعات كانوا بيبقوا في فري، هي قاعده بتشرب النسكافيه لوحدها والعيال في المدرسه ساعتين يعني الصبح في النادي كده هادي وروقان. دلوقتي مفيش الكلام ده، يعني الفسحه عندها في اوضه العيال، مفيش فسحه، الفسحه لما بيناموا يعني دلوقتي بقت فسحتها. على رايك فنعمل ايه بقى عشان نهدي الريت شويه؟ ما الولاد في البيت برضو باور والباور ده ما بيطلعش، وانت عارف الباور ده برضو كان بيطلع في المدرسه وفي الطابور وفي طلوع السلالم ونزولها وبتاع وكده، بيروح النادي بيطلع الطاقه بتاعته في اللعبه اللي بيمارسها. طيب وكذا. الطاقه دي طالعه في البيت دلوقتي على شكل دوشه وصداع. بص هو في حاجه مهمه جدا لازم ناخد بالنا منها، اني انا النهارده لو اديت لنفسي فكره معينه واقنعت نفسي بيها انا بريح نفسي، زي بديك مثل كده بعيد شويه لكن هو ليه اسقاط على اللي احنا بنتكلم عليه. لو انا سايق عربيتي وماشي وجي واحد جنبي بسرعه وراح جاري، لو انا قعدت انفعل وزعق واشتم انا اللي هتعب. خلاص لكن لو اديته العذر ان يمكن عنده سبب ما، عنده وفاه، عنده تعبان، رايح مشكله ايا كان، انا بريح نفسي. اوكي نفس الشيء، تعال ناخد بقى المثل ده في البيت. انا عارف ان انا عندي قرود وعندهم طاقه والطاقه دي مش هقدر ان انا اتعامل معاها ولا هقدر احجمها ولا هقدر اجبتهم ولا هقدر اعمل اي حاجه لانها هخش في ابعاد تانية ليها بعد ضرر نفسي على الطفل وسيكولوجيه نمو الطفل، لان انا يعني زي ما يقولوا كده ببوظ فيها الاساسيات بتاعه الناحيه النفسيه بتاعته. فبالتالي انا لازم اتعامل معاه. طب هتعامل معاه ازاي؟ اللي هو شد انتباه الطفل. الطفل عنده حركه عايز يطلعها، عنده طاقه عايز يطلعها، مش بيطلعها في التنطيط والجري وبتاع لان هي دي الاسهل. زي ما نقول كده هي دي التعامل بشكل امي، مش عايز يتعلم فطري. حاجه بشكل فطري ان انا بالزبط. عندي طاقه فبتنطط. انما لو بدات تاخده طب ايه رايك تعالى نرسم الرسمه دي، طب شايف اللون ده، لا ده تعالى نعمل كده عشان انا اشطر منك، طب وريني كده انت شاطر كده غسيل المواعين مثلا، تعالى ساعدني في اني لا ممكن تعالى ساعدني مثلا كهربا كده برده حاجه بسيطه مش خطر ممكن يشارك فيها الطفل، لون ممتازه تعالى ساعدني بانك ايه رايك تعالى نزق دي كده ونعمل مع بعض، طيب ايه رايك نحط الفازه دي بشكل معين، طب ايه رايك نحط المفرج ده بشكل، حاجات الخفافه البسيطه دي اللي ممكن نشاركه معاه فيها. الى جانب ايه رايك تعالى نخش المطبخ ونعمل اكله، الى جانب تعالى نعمل بشكل معين بمكعبات او بازل او خلاف. فانا ابتديت اوجه الطاقه بتاعته بشكل ايجابي، شكل تنموي، شكل ان انا بنمي عنده الناحيه الفكريه وفي نفس الوقت بكتشف مواهبه من ناحيه اخرى ممكن ان انا اعظم من شانها فيما بعد. فده مهم جدا ان انا اتعامل بالتكيف ده مع اي شيء، انما فكره انك هتزعق وهتعاند هو مش فاهم، يعني هو اللي انت بتقوله ده كله هو عنده عنصر المنطق بتاعه مش موجود لسه عشان لا خالص. صحيح هو شايفك بتزعق وبتعمل وبتاع فهو بيكتسب منك عضوانية معينة هيطلعها بشكل تاني. فانت بتضر نفسك وبتضر طفلك بتعامل نفسي سلبي. فاحنا عشان نعالج ده ونتخطاه لازم انت كشخص بتدير تكون عندك معلومة الإدارة بشكل معين في التعامل مع الطفل وتوجيه طاقته بالظبط كده. يعني
اللي نقدر نقوله عشان نتخطى المشكله دي، حاول تخلي ابنك يشارك معاك في اعمال بدنيه فيزيكال، يعني تعالى ننقل الكنبه، تعالى وشاركه انت كمان. اه بالظبط كده، الطقم الصيني اللي في النيش ده ما اتغسلش بقاله 30 سنه، يلا بينا كل واحد. انت كده بتعجل بالطلاق، طقم النيش لحد يقرب له. لا لا لا، ما يعني ما هو الاطفال هي اللي هتعمل كده، والام اشراف برضو، والاب في اخر جرايم القتل كده تزيد. يعني قرب من النيش يبقى جرايم القتل هتزيد. النيش يا جماعه، انا مش عارف النيش ده ايه مصيره في ازمه كورونا. انا اعتقد ان مفيش بيت النهارده ما فتحش النيش من كتر ما هم مش لاقيين حاجه يعملوها في البيوت يعني. ولكن صدقوني اللي بيحصل ده كله بيحصل لمصلحه حضراتكم والله، واحنا بناخد الموضوع بشكل فكاهي عشان قلنا عايزين نخفف التوتر، لكن والله كل اللي بيحصل ده لمصلحه حضراتكم. صحيح. كل اللي بيحصل ده مدروس دراسه علميه، مفيش اي قرار بتاخده الدوله عشان تضايقك ولا عشان تنكد عليك. الدولة مش غاوية خسارة، مش غاوية تقعدك في البيت وتديك مرتبك، لكن بنقول الفترة صعبة ومفيش يعني حاجة هتخلينا نعدي الأزمة دي إلا الوعي وقلة الحركة. لكن برضو عايز أسأل حضرتك سؤال مهم جدا. أنا أحيانا بعتبر أن الفترات الريلاكس اللي ما فيهاش شدة الشغل بتبقى فترة كويسة قوي أن الواحد يخطط فيها المستقبل. طبعا، لأن غالبا الواحد ما بيقدرش يخطط وهو under pressure يعني. طبعا. أو تحت ضغط. طبعا. فإزاي نبتدي يعني إيه ننقي ذهننا ونرتب أفكارنا بحيث أن أنا استغل فترة الصفاء الذهني اللي أنا مفيش فيه ضغط شغل ده، وأرسم بيه خطوة جديدة لمستقبلي بعد انقضاء هذه الأزمة. جميل جدا أن كل واحد يقعد مع نفسه كده يعمل حاجة اسمها المراجعات، أو بمعنى أدق التأمل. أنا ببدأ أتأمل كده، أو أنا حياتي ماشية إزاي، هو أنا بعمل إيه، هو انا انفعلت ليه، طب الموقف الفلاني اللي انا اتصرفت فيه كذا في شغلي كان عائد بتاعه ايه، طب هو انا لما عملت الموقف الفلاني. المراجعات دي مهمه جدا لتحسين اداء المهام بتاعتك في الحياه عموما، حياتك وانت حتى الاجتماعيه. وانت النهارده بتبدا تراجع اختلافاتك، هو انا مختلف ليه مع فلان، وهل النهارده هل اختلافي ده اختلاف منطقي ولا اختلاف داخل فيه المشاعر؟ هل النهارده لو انا كان اختلافي مع فلان ده في وضع تاني ومشاعري معاه بشكل تاني كنت هعمل كده، ولا هو ده عشان انا بس شايفه بطريقه سلبيه؟ هل انا لو بتعامل معاه بشكل ايجابي هتصرف كده، ولا بوجه طاقتي بشكل سلبي بناء على مشاعري السلبيه؟ فانت النهارده بتبدا تكتشف نقط مهمه جدا، اني انا وانا بفكر لازم اولا يكون عندي حاجه اسمها حياد المشاعر. مشاعري ما بوجهاش بشكل ايجابي مفرط ولا بوجهها بشكل سلبي مفرط، فلاقي نفسي الله يعني انا دلوقتي لو انا كنت بتعامل مع فلان ده، او فلان ده موجود، او فلان ده في سلطه، او فلان ده في نفوذ، او فلان ده عايش هعمل كده، او فلان ده موجود هعمل كده، او فلان ده حبيبي او بيني وبينه طاقه كويسه ايجابيه، كنت هغض البصر عن تصرفات معينه، ولا هي هتبقى نفس قراراتي وتصرفاتي؟ هنا نقطه مهمه انا بكتسبها، اولا بقول لنفسي حاجه اسمها حياد المشاعر. تاني نقطه مهمه جدا في تخطيطي، ان انا المراجعات بتاعتي والحسابات بتاعتي مكسبها هل اضاف ليا ولا عمل عملية يعني نزول بالكيرف بتاعي، على السهم الأسهم بتاعتي ولا نزلها؟ ده جزء مهم جدا. أن أنا النهاردة وأنا بخطط لمستقبلي، هل النهاردة الوفرة المالية اللي أنا وفرتها اقتصاديا دي، بأن أنا مفيش رحلة برة، مش هسافر في صيف، مش هطلع أخرج، مش باكل، مش بشرب، هل ده أقدر أن أنا أعمل منه مبلغ صغير وتعاون مع أصدقاء ليا ونعمل مشروع ما؟ هل ده ممكن ان انا ادفعه مقدمه شيء؟ لو عندي عربيه قديمه هل ممكن ابيعها واكون ده في كام شهر ادفعه مقدمه لحاجه افضل؟ هل هقدر اغير بيهم شكل البيت؟ ده برضو تخطيط مهم، مش طيب. بس تخطيط مستقبل لحياتك. عايز ابص بقى للنص الثاني من المجتمع. تمام. نص القطاع الخاص، النص اللي هو فعلا تضرر بسبب ازمه كورونا، بحقيقة. الناس اللي ما بتاخدش مرتبات ثابته، والناس الارزقيه اللي عايشه واللي بتحاول الدوله على قد ما تقدر انها تدعمهم، دول بقى عايزين كمان يعني نوفر لهم يعني حد من الطمأنينة نوعا ما، لأن الناس دي أكتر ناس متوترة وأنا حاسس بيهم جدا. عايزين نتكلم عن الناس دي بأسلوب علمي نفيدهم فعلا. طيب. وحضرتك استشاري تنمية وتطوير الذات. تمام. الناس دي واستشاري تتصرر محور التدريب في الاستراتيجية مصر 2030، فبالتالي طيب. خطة متخصص جدا. شايفينها طبعا. أنا عايزك بقى تكلمني النهاردة عن الأرزوقي ده والمتضرر، ايه الحاجات اللي المفروض يفكر ازاي، ايه الخطوات اللي المفروض ياخدها، برضو عشان عايزين نحد من التوتر بتاعه ونوفره قدر من الطمأنينة. طيب احنا عندنا اتجاهين، القيادة ممثلة في سيادة الرئيس امبارح يمكن اعلنت عنها واشارت ليها،
ويمكن الرئيس دايما يعني بيبقى حريص على ان هو يعلن القرارات بنفسه لسبب مهم جدا ان بتلاقي اهميه في المتابعه، فبالتالي لما بيعلن هو القرارات بنفسه بنتابعها كلنا بشكل اقوى. يمكن مثلا ممكن القرار ده تعلنه وزاره معينه او الحكومه مجتمع ما بناخدش القرار قوي، لكن في الرئيس لما تلاقيه دايما بيطلع يتكلم او يشرح او يرتب خطوات كلنا بنبقى منتبهين، مش بس احنا، وكالات الانباء العالميه كل العالم بيبقى منتبه للجزئيه دي. فبنقول ان الرئيس مثلا امبارح اتكلم من ضمن النقط اللي اتكلم فيها، اتكلم في نقطتين مهمين اللي هو العمال الغير منتظمه والعمال المنتظمه. فقال لك ان العمال الغير منتظمه في موقع معين، ويمكن المهندس محمد كمال اللي هو مسؤول عن غرفه عمليات وزاره القوى العامله شرح فيديو توضيحي ازاي يعملوا ازاي يعملوا 500 جنيه لمده 3 شهور بالظبط، ازاي العامله الغير منتظمه تسجل نفسها وتبدا انها تطرح وضعها وتتكلم وتقول، وهم يبداوا يتخضوا. وعدوا 1.5 مليون تقريبا لحد امبارح الناس سجلت، يعني بالظبط اكتر من 1.5 مليون فعلا. الجزء الثاني وهي العماله المنتظمه في القطاع الخاص. القطاع لا هنا على فكره العماله غير منتظمه قطاع خاص او غير خاص، يعني مثلا ممكن تكون انت صاحب عمل، يعني عندك حاجه بسيطه، ودي يمكن رساله لاخواننا الفلاحين، ممكن يكون عندك فدان ولا فدانين ولا ثلاثه وصاحب ملكيه ليهم او حتى مأجرهم، تقدر تقدم في العماله الغير منتظمه. ده حقيقي. الجزئيه اللي هي العماله المنتظمه اللي بنتكلم عليها اللي هي تضررت من ازمه كورونا، زي العاملين في قطاع السياحه قطاع الاثار وخلافه، الناس دي تضررت، فيقدر ان هو يبدا يتكلم مع صندوق طوارئ وزارة القوى العاملة برضو، ويبقى من خلالهم بيدوله منحة معينة لمدة 3 أشهر. في حاجة تانية أهم، ان القطاع السياحي في قرار طلع بان محدش يستغنى عن ما يدفعوش ايجارات كمان لوزاره السياحه، ده حقيقي، قدامهم تسهيلات ما تدفعش ايجارات، الضرايب بتاعتك هتقل، لو عندك قروض واخدها هندي لك فتره سماح 6 شهور. التسهيلات دي كلها المقابل بتاعها ايه؟ انك تنفذ، ما انا بتعاون معاك، ما انا مش بديك قرارات وبس. ده السيد الرئيس امبارح برضو قال حاجه مهمه قوي، قال وجه كلامه للشركات القطاع الخاص، قال محدش يمس مرتبات الموظفين. الرئيس امبارح قال محدش يجي جنب مرتبات الموظفين بتوع الشركات القطاع الخاص. في حاجه مهمه كمان برضو نحب ناكد عليها، ان مع القرار في العقاب. يعني النهارده مثلا لو انت شغال في 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 في, في فندق، والفندق ده مثلا قلل العدد او مشاك او طردك مرتبات او تقدر على طول بتشتكي وزاره السياحه، وزاره السياحه مخصصه غرفه للموضوع الازمه دهيت، بيبدا يتخاطب مع الفندق يقول له انا هسحب ترخيصك وهعمل عليك شكوى قد كده واحطك بمحضر قانوني شكوى. مفيش حد وانا هديك تسهيلات. فبالتالي انت ما عندكش، يعني اصل انا ممكن اديك قرار، والقرارات دي انت عارف حضرتك دايما الشيطان يكمن في التفاصيل. فانا ممكن اطلع باي شكل وامشي عامل، فبالتالي انت الحق للعامل ان هو عنده قناه معينه شرعيه في الدوله يقدر من خلالها يشتكي، والدوله هتفعل الشكوى وقتيا وتبدا تتعامل مع الجهه المنوط بها الشكوى. فبالتالي دي اجراءات حمائيه للموظف في القطاع الخاص اللي هو ممكن يكون بيتضرر من الشكل كورونا وهكذا بقى. طيب عايز اسالك برضو عن موضوع دخلة شهر رمضان. ودخلة شهر رمضان ديت تعرف الناس نفسيا متاثره جدا بموضوع المساجد، ويعني كلنا متأثرين طبعا. وكلنا كان نفسنا نبتهج بهذا الشهر الفضيل، وان شاء الله يا رب يبلغنا رمضان وما يكونش عندنا حالة واحدة ان شاء الله يا رب. لكن العقل بيقول ان اللي واضح كده ان احنا رمضان هيعدي علينا واحنا واخدين اجراءات، ممكن ما يكونش فيها قفل المساجد لكن هيكون فيها اجراءات برضو. يعني العقل بيقول كده، انا طبعا مش عايز اقول اي كلام واكون مسؤول عن اي كلام، انا معرفوش، وانا عايز بس هو غالبا هيكون في غلق للمساجد في شهر رمضان. الموضوع ده هيأثر علينا نفسيا جدا، وازاي ممكن نتخطى هذا الموضوع؟ شوف زي ما بقول لحضرتك كده، لما بتشرح لنفسك اهميه القرار اللي انت بتاخده حتى لو كان القرار ده مؤلم فبترتاح. يعني النهارده لو السيد وزير الاوقاف على حسب ما الاستاذ ابراهيم المخرج بيقول لي، وزير الاوقاف قال ان المساجد هتكون مغلقه مغلقه في شهر رمضان حتى انت، ومفيش موائد رحمن ولا الكلام ده لحد انتهاء شهر رمضان. ده حقيقي. طب خلينا نفسر هو ده بيحصل ليه. ما هو ده مهم. يعني انا النهارده برضو مش هنقول بس النهارده او على 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 مبدا اللي احنا ابتدينا نتكلم فيه نفسره، هو انا لما بفسر لنفسي قرار معين ببدا اريح نفسي حتى لو القرار ده مؤلم. خلينا نفسر الكلام. احنا النهارده بنقول احنا مش عايزين تجمعات. انا النهارده كدوله حريص على المواطن اللي اداني امانه منصب انا قاعد فيه، فلازم اكون حريص على الامانه دي بان انا اوجهه بشكل سليم. طب الشكل السليم ايه؟ انا النهارده انا ما بتكلمش على المساجد وبس، انا بتكلم بشكل عام. يعني النهارده ما نقدرش نخرج الخروجات اللي كنا بنخرجها ومتعودين عليها في رمضان، السهرات السحور اللي بنروح نسحره، السهرات الرمضانيه في شكل اللي هو الخيام الرمضانيه، مش هنقدر نعمل ده. مش هنقدر ان احنا حتى نتجمع ونتقابل في افطار المعتاد الاجتماعي او بتاع الشركات بتاعتنا، واللي هيبقى فيه حتى اللي رايح عند حماته وامه والناس كبار يعني السن دول ما ينفعش يتجمع عندهم خالص، ومعانا اطفال ما ينفعش. فاحنا بنتكلم على القرار بشكل عام هو بيتاخد ليه. انا النهارده كمسؤول
ما اقدرش اخد قرار بين اقول للناس انزلوا اتجمعوا واسيبهم ظهرهم عريان ببلدي كده وعرضه ان الفيروس ينهش فيه. صعب ده كفايه الصبح بالظبط يعني صعب. كفايه المترو كفايه القطر كفايه المواصلات. تعال حضرتك انت من بعد الفطار لحد الفجر احنا كلنا بنبقى في الشارع فما بالك بقى بعد الحبسه دي اللي ما كانش بينزل هينزل فبالتالي صعب ان انا اخلي التجمعات دي موجوده وانا ما عنديش المصل اللي يخلي ده يديهم طمأنينة وأمان بإني رب الأسرة أو رب الدولة زي ما بيقولوا كده أو المسؤول عن كلكم الدولة. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فبالتالي أنا النهاردة إحنا عندنا كده عندنا في بلدنا كده الإنسان أولا طبعا طبعا ولا الاقتصاد كان ولا كان خطاب السيد الرئيس واضح من الأول 100 مليار تحت تصرف أزمة كورونا بالإضافة إلى أن أي فلوس هيحتاجها أو هنخسرها قصاد صحة الإنسان. في دول تانية فضلت الاقتصاد عن صحة الإنسان وشفتوا النتيجة. إنما إحنا ماشيين بمبدأ بيقول كلكم راع وكلكم مسؤولون عن رعيته وصحة الأبدان مقدمة على صحة العبادات قاعدة فقهية ودرء الضرر قبل إيه جلب المنفعة. إحنا ده نظامنا ده سلو بلدنا كده. ده حقيقي وتأكيدا عليه أن القرآن ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فبالتالي النهاردة وخلينا لو نشوفها من ناحية المسؤولية ونرجع كده أستاذ محمد شوية لورا لما الرئيس في أحد المؤتمرات قال لدينا إنسانيتنا ولديكم إنسانيتكم ولا لدينا فلسفة الإنسانية عندنا ومش هتعلمونا إنسانيتنا. واتضح أن إحنا إنسانيتنا خايفة على البني آدم مش على الفلوس. بالظبط كده. وعلى الاقتصاد. الإنسان هو المبدأ الرئيسي اللي بتعامل بيه. ولو جيت شفت من الناحية العلمية أن في تاريخ التنمية البشرية عشان ننهض بالدول اللي عمل لها عملية رخاء وادخار وتنمية وتطوير لازم اهتم بالانسان. وده اللي بيحصل حاليا ان انا ابتديت اهتم بالانسان من الناحيه الصحيه بان انا بوفر له معلومات بوفر له ادوات تطهير بوفر له اجراءات احترازيه للمستشفيات بطمئن المواطن بان انا عد كده سراير هجهز اماكن قد كده من الناحيه الثانيه والناحيه التعليميه وان انا ببدا اراعي برضو مصلحه الطالب بان انا بعمل له اجراءات. تخيل كده النهارده مثلا لو ما كانش عندنا موضوع التابلت ولا التكنولوجيا ولا القاعده العريضه من السيرفرات اللي تستوعب العدد ده على النت كان حال التعليم هيبقى عامل ازاي؟ حال الطالب ده كان هيبقى عامل ازاي؟ صحيح. فالنهارده احنا بنتكلم على الاجراءات دي كلها بفسرها لنفسي وبشوف الايجابي منها عشان نرتاح. النهارده انا لما ببص للشكل الايجابي لاي حدث يعني دايما كان يقول لك قضاء ربنا في رحمه. الانسان لما يبص على قضاء ربنا لو هو غرق في تفاصيله مش هيتحرك. انما لو ابتدى يشوف رحمه ربنا في القضاء وان هو ابتلاه عشان يحميه من اجراءات معينه او من تصرفات معينه هيبدا بصيرته تنور خطوه بخطوه في اتجاه الايجابيه. يعني انا هدي حضرتك مثل بسيط كده مثلا يمكن انا كان في اول شهر 3 حصل لي نوع من التهاب كده احبال صوتيه وتجلط دموي وخلى عمليات الصوت عندي ممنوعه فتره فانا قعدت في الاول متضايق يعني طب شغلي طب الخطط اللي عندي طب انا الموضوع اللي مسؤول عنه. بعدها بكام يوم يطلع قرار بمنع التجمعات بسبب كورونا فابدا اراجع نفسي كده اقول الله طب انا شغلي كله ندوات ومحاضرات ولقاءات واجتماعات فكلها كانت اجتماعات تجمعات بني ادمين فهي جايه من عند ربنا تلقائيا فابتلاني عشان يحميني. لو خدنا الموضوع ده وعممنا كلنا هنلاقي ان كل واحد فينا اكيد حصلت معاه في يوم من الايام ابتلاء معين. في الاول افتكر انه غضب ومع التفكير والوقت عرف ان ربنا بيبتليه بالشيء ده عشان يحميه منه. طب انت عارف بقى ان انا شايف في الازمه الاخيره ديت ان من اعظم نعم ربنا علينا السبع ايام امطار المتواصله مع اول اكتشاف للحالات السبع ايام اللي قعدوا الناس في البيت وحجزوا مناطق وغصب عننا قعدنا في البيت هم سبب ان ربنا اكرمنا بالاعداد دي من الاصابات الخفيفه الحمد لله لحد دلوقتي في مصر. ان فعلا كانت الناس متضرره سبع ايام ميه مش عارف اطلع من البيت والسقف بيخر ميه والكهرباء قطعت والجيزه كلها ما فيهاش ميه ينفع كده. شفتوا بقى ان القعده دي كانت لها مردود كبير جدا سبحان الله. يعني فعلا زي ما انت بتقول اذا تدبرنا في حكمه الرحمه في كل صدمه اعتقد ان احنا نفسيتنا هتبقى افضل هناخد مكتسبات كتير جدا مكتسبات مش بس على مستوى الشخصيه والنفسيه ولكن كمان على تشكيل الوعي بتاعك في التعامل مع اي ازمه. انا عايز أشكر حضرتك شكرا جزيلا ضيفي العزيز الأستاذ أحمد كمال استشاري تنمية وتطوير الذات على هذه المعلومات القيمة. يعني احنا حاولنا ناخد الفقرة كده يكون دمها خفيف لكن أنا عايز يعني أتكلم في نقطة مهمة جدا وهي مجموعة إرشادات كده عامة هنتكلم فيها. في سنة 1956 ظهر فيلم سوفيتي بيتكلم عن العالم ابن سينا. طبعا هو أشهر علماء الطب ومن أول الناس اللي عرفت الجهاز الدوري والأول الناس اللي عملت تولز أو أدوات للتشريح. يعني ابن سينا ده معروف. فعملوا له فيلم سنة 56 بيتكلم عن مرض شبه الطاعون كده. كنا شايفين في ذلك الفيلم للي شافه يعني الفيلم انتاج سنة 1956 وهو فيلم روسي فيلم سوفيتي.
بينصح فيه الناس وبيقول لهم اغسلوا ايديكم وتباعدوا واغلقوا الابواب والتباعد بين المسافات، ما تلمسوش الاسطح وغسيل الايدين، كل ده باين في الفيلم. وقال لهم وعندما تغلقوا عليكم المنازل امرحوا وغنوا وافرحوا، قال لهم كده. فنفهم من كده ان لا توترك ولا خناقاتك ولا تنرفزتك، كل دي طاقه سلبيه هتعود عليك بالضرر. الموسيقى والمرح والضحك وانك تعدي وقتك وان جات لك الغصبه خدها برضاك زي ما بيقولوا بالمثل الفلاحي، هو ده اللي هيخليك تعدي الازمه ويمكن كمان تكتشف فيها فوائد عظيمه جدا. هنطلع فاصل قصير اعزائي المشاهدين، بشكرك شكرا جزيلا يا فندم نورتني. هنطلع فاصل ونرجع لكم في فقره حواريه اخيرا ان شاء الله، كيف تحمي نفسك من الكورونا في زمن الكورونا، بعد فاصل قصير جدا ارجوكم تابعونا.